اليوم حنعمل وصفة شعبية منتشرة بشكل كبير وكتير كمان في رمضان بنشوفها وبتنعمل دائما في شهر رمضان، الفلافل. يا سلام على السلطة الغزوية، يا عين على السلطة الغزوية وبزيادة طحينة. هلا والله يا اخوان، كيف حالكم؟ طمنونا عنكم. اليوم رجعت لكم بالحلقه الثالثه من سلسله الطبخ في البيت. اليوم حنعمل وصفه شعبيه منتشره بشكل كبير وكثير كمان في رمضان بنشوفها وبتنعمل دائما في شهر رمضان، الفلافل. حنعمل الفلافل المحشيه والفلافل العاديه. حنعمل اسهل وصفه فلافل على اصولها. حنبدا نجهز في الخلطه تاعتنا. نقعنا الحمص والفول من قبل بيوم 24 ساعه 8 ساعات مناسب، يعني لو نقعت الحمص وفوق 8 ساعات مناسب، انا نقعتهم 24 ساعه. بدي اصفي الحين عنهم المي وابدا اجهز في محضره الطعام عشان نفرمهم ونجهزهم. حنجهز الفلافل مع بعض ونحط عليه بعض المنكهات، حيكون لونه هيك جاي اصفر مع اخضر. نبدا نجهز في اغراضنا. يلا يا اخوان نجهز الامور تاعتنا. وبعد ما نقعنا الحمص والفول، جبنا البصل والبقدونس والجرادة والفلفل عشان نجهزهم للخلطة عشان نفرمهم مع الحمص والفول. ممكن تحط بصل أخضر أو بصل عادي، اختياري. هيك المنكهات تاعتنا صارت جاهزة. بدنا نحط الحمص والفول ونبدأ نفرم الخلطة تاعتنا. عنا يا أخوان 750 جرام حمص، بدنا نحط عليهم 150 جرام فول. هنطحن يا أخوان الكمية تاعتنا على كميات، والأفضل يكون ماكينة فلافل إما على الكهرب أو في يدوية تاعت زمان اللي بقوا يحطوا هيك يعلقوها هان وبتصير تحرك بيدك وتفرم. بسم الله. هيك تمام الفرم. لسه لأنه كمان حينفرم وجه تاني، هذا الوجه الأول. هنفرم زي هيك الوجه الأول عبال ما نخلص الكمية، نفرم الخضار نلخبطهم مع بعض، بعدين هنعمل إيش؟ الوجه الناعم، الوجه التاني. نبدأ يا إخوان نفرم الخضار اللي حطيناهم، البصل، البقدونس، الجراد، الفلفل، ويمكن كمان نزيد كمية عليهم لأنه كمية الفلافل بعد ما انطحنت لقيت بدها كمان بقدونس وبصل. هخرط كمان عندي كمان قرنين فلفل وكمان ضمة بقدونس زي اللي خدناه وجرادة ورأس بصل زي هاد. هفرمهم يعني يصير عندي الخلطة اللي عملتها الخضار بدل الكمية واحدة صارت كميتين لأنه كمية الفلافل اللي طحنتها كمية كبيرة. وهيك يا اخوان خلصنا الوجه الاول، فرمنا الخضار والفلافل والفول مع بعض ولخبطناهم. ولسه ايش؟ الخلطه تاعتنا خشنه، بدنا نبدا نناعم فيها، بدها نضربها كمان وجه وكمان وجه. وعشان يا اخوان تكونوا عارفين، افرمها وجه وجهين بزبطش. السر في الخلطه تاعتنا بنعمل ثلاث وجوه. الوجه الاول سويناه وهينا بدينا في الثاني، بس نخلص كل الكميه حنعمل الثالث، حتتغير ملمس العجينه. عندنا حنورجيكم اياها لما نخلص الوجه الثالث والوجه الثاني. بعد الوجه الثاني العجينه كيف صارت؟ انا لسه بدي اضربها الوجه الثالث، والسر في الوجه الثالث، لازم تكون معي ناعمه انعم من هيك. هيك عجينتنا يا اخوان صارت جاهزة. بدنا نخلص الكمية وبعدها نريحها في الثلاجة ربع ساعة نص ساعة ترتاح، بعديها نتبلها ونايش ونشغل هالمقلة ونبدا نقلي. وطبعا ما ننسى نعمل حشوة الفلافل المحشية، اكيد هذه شيء رئيسي. حنساوي الحشوة مع بعض، وتعالوا يا اخوان افرجيكم الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، وشوفوا كمان انتم الفرق لحالكم. احكم هذه عجينة الوجه الثالث، هذه عجينة الوجه الثاني. هنا طلع ملمسها كريمي، هذه لسه خشنة، هذه ناعمة. هذا الفرق اللي قلت لكم عليه والسر في الوجه الثالث. وهيك يا اخوان عجينتنا صارت جاهزة، بعد ثلاث وجوه ضلعت ناعمة و100% وملمسها كريمي. وريحتها بتفتح النفس مع البصل والفلفل والبقدونس والجرادة.
ولو ضفتوا كمان توم يا اخوان بكون الامور 100% وبزياده حبه وبتكون اسكى الخلطه. بدنا نريحها ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه في الثلاجه عبال ما نكون جهزت الحشوه تحت الفلافل، ونشوف ايش نعمل كمان مع الفلافل. لازم نعملنا سلطه هيك غزويه مع الفلافل بتكون زاكي. نقطع يا اخوان بصلتين لنجهز حشوه الفلافل المحشيه اللي هي بصل وشمال. هيك يا اخوان قطعنا البصل، وبدنا نحط البصل في صحن ونحط عليه السمان. وهيك يا اخوان جهزنا البصل، بصلتين فرمناهم مكعبات صغيره، هنحط عليهم سماق، كميه بزياده سماق، هنجيب زيت زيتون وبزياده. هيك خلطتنا صارت جاهزه للفلافل المحشيه. وبدينا يا اخوان لنجهز للسلطه الغزويه. نص راس بصل، شويه جراده، قرن فلفل اخضر، خياره، حبه بندوره، وعصره ليمون، وكم شرحه ليمون هنقطعهم، ونحط عليهم طحينه وشويه زيت. هذه السلطه الغزويه اللي من شهر عندنا في قطاع غزه، تيجي مع السمك مع الرز مع الفلافل، بسموها سلطه غزويه، زاكي كثير ولازم تكون حراقه. قطعنا البصل مكعبات صغار، نقطع الفلفل او ندقه، وقاعدين يا اخوان بنخرط البندوره لمكعبات وسط للسلطة الغزوية بعد ما دقينا البصل والفلفل والجرادة. طبعا يا اخوان في السلطة الغزوية لما نحط البندورة هنديها دقة خفيفة بالمدقة، بس انه مش هنفقصها كثير، يعني تقريبا هنفقص منها 50%. في ناس ما بتحب تحط خيار على السلطة الغزوية، بس احنا هنحط خيار. هيك جهزنا السلطة الغزوية، هنعصر عليها عصرة ليمون وشوية طحينية، وبتصير هيك جاهزة. يا سلام على السلطة الغزوية. وهيك يا اخوان عجينتنا صارت جاهزة بعد ما ارتاحت تقريبا نص ساعة. قسمت العجينة لثلاث اقسام، قسم بدي اعمله الحين، وقسمين عبيتهم في اكياس وحطيتهم في الثلاجة بالزمون اللي قدام. اول شغله حنساوي حنملح. رشه ملح، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، كلفه فلافل، معلقه، معلقه سمسم، وكربونه نص معلقه صغيره. هاي القالب نقعناه في مية، والمعلقة اللي بدنا إياها نبدأ نعجن في العجينة تاعتنا. بسم الله. وهيك يا إخوان بدينا نقلب الفلافل. عملنا تجربة الأول الثاني، أخذنا العيار الصح للقالب قديش حجم القرص هيكون، وبدنا نقلب، والسيرج كان حامي. ويا إخوان لما نرمي القرص في السيرج ما نلعبش فيه، لو لعبنا فيه ممكن يتفتفت عبال ما يمسك حاله ويبدا يتحمر، بعدين بنصير نقلبه على الوجه الثاني لما ياخذ الوجه اللي بده اياه. يعني زي ما شايفين هذا كيف مسك حاله، بنصير نحركه، هذا لسه مش ماسك حاله، لما يمسك حاله تقلبه عادي. هذا اول قرص قليناه طلع حجمه كبير معنا، بعدها مشينا على معيار واحد وطلع كل الفلافل نفس الشيء. عملنا يا اخوان الفلافل العاديه قليناها وخلصنا، وبدينا نعمل في الفلافل المحشيه. هنحط عجينة في الفلافل المحشية. أول شغلة زي ما انتم شايفين يا اخوان، بنحط عجينة نساوي فيها القرص العادي، بعديها بنفتح فتحة في النص، بنجيب حشوة نحشي، بعدها ناخد عجينة وبنسكر. وهيك يا اخوان بنكون خلصنا القلب من الفلافل العادية والفلافل المحشية. واكيد كنا بنطلع بعد العصر هيك نتمشى نروح على السوق نجيب لفة جرجير بصل، بنلاقي تعين محلات الفلافل مصفطين الفلافل المحشية هيك نظام جبل. خلينا نفتحها ونشوف كيف الحشو من جوا. من جوا مرتبة ومن برا اللون مرتب. خلينا نجربها مع بعض.
بسم الله. العجينة اللي سويناها مرتبة على آخر من برا مقرمشة، طعمها ممتاز ومقبولة ومية مية. بنصح انكم تجربوها يا اخوان، واكيد كلكم كتبتوا الطريقة على ورقة وقلم عشان تطبقوها وتجربوها وتكتبوا لي في التعليقات ايش رأيكم بالخلطة اللي سويناها. يا عين على السلطة الغزوية وبزيادة طحينة، من أزكى السندوتشات في العالم الفلافل مع السلطة الغزوية. اليوم بدعنا في الوصفة وكانت 100% توب. هيك اخوان بنكون وصلنا لنهاية الحلقة تاعتنا، بتمنى انها تعجبكم. كتبت الوصفة عشان تجربوها وتكتبوا رأيكم في التعليقات. وهيك اخوان بنكون خلص وصلنا لنهاية الحلقة، تابعونا في الحلقات القادمة. كان معكم محمد وبشار من برنامج سفرة من غزة، إلى اللقاء في الحلقات الأخرى، وسلام يا اخوان.